Thank you very much, Minister. First of all, شكرا جزيلا سيادة الوزير. أولا أهنئكم على منصبكم الجديد، فلقد بذلتم الجديد حينما كنتم سفيرا في بروكسل لتحسين العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر. إنني على ثقة بأنكم ستواصلون على هذا الدرب. كنت في القاهرة قبل عام تقريبا، وكانت هناك تبادلات عديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر على أعلى مستوى. ومنذ زيارتي السابقة وكما شرح معالي الوزير، فإن العلاقات تشهد نموا حتى وصلت إلى مستوى استراتيجي هام، ولكن للأسف الشديد فإن التدهور مستمر في الإقليم مما يؤدي إلى المآسي الإنسانية والمخاطر الأمنية، ليس فقط ما أشرتم إليه بالنسبة لفلسطين، ولكن هناك أيضا ليبيا في الغرب والسودان في الجنوب كما تفضلتم بالإشارة. إنني أعبر عن تقديرنا للعلاقات الهامة الثنائية بيننا وبين مصر. لا أستطيع أن أفصل كثيرا في التفاصيل، إن الأزمات تمثل خطرا مباشرا لكل من مصر وللأمن الأوروبي كذلك. لا يمكن إيجاد حل لا تدعمه مصر، وإنني أوجه لكم الشكر على كل جهودكم في هذا السياق. ولكن هناك مشاكل تظهر دائما، وبالطبع هناك معسكرات اللاجئين في غزة، وهناك هجمات أسفرت عن مقتل أكثر من 40 شخصا وجرحي أكثر من 60. إنني أرفع صوتي ضد هذه الأشياء. هناك قوانين تحكم الحروب، للأسف لم يتم تنفيذها. أما بالنسبة للعلاقات بين جانبين، فلقد تباحثت معكم، وهناك صفقة أعلنت في شهر يونيو وسيتم تنفيذها، ومؤتمر الاستثمار الناجح الذي وقع فيه حوالي 30 اتفاقا بما ينتج عن استثمار أكثر من 50 مليون يورو. نساعد على تنفيذ هذه الاتفاقات بما في ذلك الاستراتيجية الخاصة بحقوق الإنسان، وبالطبع نحن نتأثر بما تنفقونه في مواجهة ما يحدث من جانب الحوثيين. وبالطبع نحن ننظر باهتمام بالغ إلى كل ما تتطلبه المساعدات في هذا الصدد. كذلك هناك جهود تبذلونها مقدرة لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، لا بد من العمل على تحسين وضع الإنسانيين. ولقد قدمنا لكم الدعم الكامل، لكم لمصر وكذلك لقطر وللولايات المتحدة، في محاولة للسعي إلى وضع اتفاق لوقف إطلاق النار تم إعلانه مرارا وتكرارا، ويبدو نكاد نصل ولكننا لا نصل. ونبحث عن السبب. ما هو السبب؟ وهو بسيط جدا، لأن هؤلاء الذين يشنون الحرب لا يهتمون إطلاقا بوقف أو وضع نهاية لهذه الحرب. إنهم يتظاهرون ويتظاهرون لأنهم يتشبثون ويتمتعون بحصانة، ويبدو أن تطبيق القانون الدولي مهمل، والمؤسسات مثل المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية وأحكامها مهملة. إذن ما هو الحل؟
إلى أي اتجاه نسير. سنواصل دعمكم بحثا عن وسيلة لوقف لإطلاق النار أولا وتحرير المحتجزين وتقديم المساعدات الإنسانية والعمل على إيجاد الحلول السياسية. تلك هي أهدافنا أولا. وبالطبع علينا أن نطلق مسارا ولا نرتكز على حدث وحيد. علينا أن نواصل العمل يوميا مع كل الراغبين في إيجاد حل وأن نبحث عن الشخص المناسب بحيث يعملون على إيجاد حل. لقد عبرنا عن التزامنا الكامل بمساعدة الذين يعيشون في غزة وكل المبالغ التي نقدمها لا نعتبرها كافية. لقد عدت من منطقة رفح وتأثرت جدا بكل ما يحدث هناك. هناك مساعدات هائلة موجودة وتحمل المساعدات والإمدادات الإنسانية التي ينتظرها الناس على الجانب الآخر من الحدود وعربات الإسعاف من الهلال الأحمر تريد أن تتحرك لتقديم المساعدة للمحتاجين إليها. هذه أمور لا يستطيع المجتمع الدولي أن يتحملها ولذلك فإنني أعتقد أن المجتمع الدولي يجب أن يناقش ما يجب أن يفعله لمعالجة هذه المواقف. وبالتأكيد فلقد تحدثنا عن الموقف في السودان وإنني أدرك تماما أهمية الوضع في السودان للاقتصاد والمجتمع المصري. سمعت أن عندكم ربما 1,000,000 شخص يسعون إلى اللجوء في مصر ويمثلون ضغطا اقتصاديا على مصر. وأفهم جيدا أنكم تبذلون جهدا كبيرا لدعم هؤلاء الناس ونحن أيضا علينا واجب لمساعدتهم. وكذلك فقد تناولنا الموقف في الصومال ومشاركة مصر في البعثة العسكرية التي تكونها الأمم المتحدة حفاظا على الأمن وسلامة هذه الأراضي. إجمالا سيادة الوزير فالوقت والحلول الوسط وعدم التصعيد يجعلنا نعتقد أنكم في قلب هذه المواقف الصعبة. وبالطبع إننا واثقون من قدراتكم على معالجة هذه المواقف. نحن سعداء بوجودنا هنا وسنواصل مناقشة أفضل السبل لمعالجة هذه المسارات وأن نعمل ونكافح وصولا إلى الاستقرار والسلام. هذا هو اهتمامنا الاستراتيجي من جانبكم ومن جانب من جانبنا ونوجه لكم شكرا جزيلا على ما تبذلونه.